يقول السائل، يقول: أنا مقيم في هذه البلاد وولدي مريض في بلدنا الأصلي، هل لي أن أقوم برقيته عن طريق الهاتف الجوال؟ لا، ما ينفع. الرقية تكون مباشرة على المريض، تكون مباشرة، تقرأ وتنفث عليه، لكن تدعو له من بعد، تدعو له بالشفاء بالعافية من بعد، والله قريب مجيب. نعم.